السلام عليكم ورحمه الله. ترى شيخنا بن حزم تفضل. اعلم ان الركعه تضرب بالركوع. نعم. بما يدرك الركوع بالتكبير الامام بالطمانينه على ما اختاره من اقوال العلماء بالطمانينه. الحنابله يقولون بتسبيحه، لكن اختاروا قول العلماء القائلين انها تدرك بالطمانينه. هي الطمانينه يا شيخ؟ تركع مطمئنا والامام راكع. بدون التسبيح؟ هذا الذي اختاره. اركع حتى تطمئن راكعا. جزاك الله خير. وياك.